الجبار سبحانه وتعالى جبر المريض، مش كده ولا ايه؟ لما جبر المريض جعل له اجر، وجعل له اجر واسع قوي. خلي بالك مش كده، خدي بقى الهديه بتاعت النهارده بسرعه قبل ما انسى. عارفه الهديه بتاعت النهارده ايه؟ اسمعي سيدنا النبي يقول ايه كده: ما من مسلم يعود مسلما غدوه، يعني الصبح، الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، يعودوا يعني يزوروا. يعني يزوره. خلي بالك، وان عاده عشيه ولو زاروا بالليل، الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له ايه فريق في الجنه، خير في الجنه، ثانية بيت في الجنه. انا بقول لك الكلام ثانية واحدة، زيارة نعم عادية يعني ايه؟ يقعدوا بس كده، يروح يزوره ويقعد معاه وخلاص يزوره. بس كده جبر خاطر. يعني، زيارة عادية بس والله خلاص. من غير ما ياخد حاجه، والسنه ما تاخديش حاجه كمان. ايه رايك بقى؟ معقولة؟ عشان ما نحملكيش ما لا تطيقين ولا تحمليني ما لا تطيقين. السنه ان انت تروحي تقولي لها: ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه، ايه شفاك الله وعافاك، لا بأس، طهور ان شاء الله، اطمئني. وما تعمليش هناك صحفي، ده مالك تقولي ده عاده المصريين: والله ده انا عينيا تعبانه يا ست، لا اله الا الله، ده اللي ماتت بيها بنت خالتي واللي اتشل بيها ابن عم. لا لا بلاش، نقول له لا لا بأس، طهور ان شاء الله، ابشر، ده اجر وعافيه ان شاء الله. خلي بالك احنا عندنا عباده كبيره قوي جبر الخاطر دي، مش متخيلينها. ستنا عائشه بتقول ان هي مش قادره تنسى الست من الانصار، امراه من الانصار دخلت في حادثه الافك، ما عملتش حاجه، دخلت لقت ستنا عائشه بتعيط، فقعدت جنبها عيطت على عيطها، قامت حاضنه ستنا عائشه وسابتها مشيت ومشت. بس كده. طبعا طبعا. ولذلك شوفي بقى اسم ربنا الجبار ده، اسم عظيم قوي، لما تيجي تتفكر فيه لا ترد احدا من الناس الا مجبور الخاطر. ولذلك مش شرط تعطي. خدي بالك، انت حافظه سوره المعون؟ ايه هي اولها بقى؟ استنى بقى افكرني، ما تقعدش بقى تعمل لي. يلا 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 بسرعه، انت ما بتذاكريش ارايت ليه؟ الذي، مش انا قايل لك تذاكري؟ مش هي ارايت الذي يكذب بالدين؟ جدع جدع، عليكي جايزه عالية. فذلك جدع، الذي أرأيت الذي يكذب بالدين. هو الصلاة أهم ولا إطعام المسكين ولا اليتيم؟ ده ربنا بيقول لك إن جبر الخاطر أهم في المنزلة عنده من الصلاة. ومعنى تاني، أنت هتقف قدام جبار يرحمك إزاي وأنت قلبك ما تملاش عطف؟ طب ازاي يا رب يتملي عاطفي؟ يقول لك لما تمسح على، خلي بالك، فذلك الذي يدعو، ما قالش ينهر، خلي بالك ينهر ولا يحض. مش شرط ان انت، خلي بالك، مش شرط ان انت ايه تدي الست دعاء معاها زكاة مالها، بس هي مش هتكفي الناس كلها، فبتعمل ايه؟ قالت يا جماعة انا هطلع في برنامج في رمضان الخير، مش عارف اسمه، شهر بر وفرحة، انا مش عايزة منكم فلوس يا نهار، بس انا هشاور، انا دعاء مملكش فلوس، اكفي الناس دي كلها، هروح اقول لكم بصوا الناس دي الفقراء دي. فده ربنا دخلها في ايه؟ ولا يحض على طعام، اهي بتحض على طعام المسكين كده، امتلأ قلبك رحمة، تقف قدام الرحمن الرحيم وتقول له الله أكبر، فيقبل عليك كما أقبلت على عبادي. شفت رحمة ربنا؟ شفت الجبار الذي يجبر خاطر الناس كلها؟ ها، ولذلك خدي بالك بقى، إبراهيم لما ألقي في النار، ها، على طول جبر خاطره: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب بسرعة، ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطرنا في ايه غير انه لو صلينا واحنا قاعدين؟ هاتي يعني إيه حاجه ربنا ما جبرش خاطرك فيها. يعني في عز، في ناس ممكن انت بقى هو فضيله الشيخ بينزل يوزع ما شاء الله من خيرات الله، فبيقولي على الاماكن، فقلت له انا لما رحت الاماكن دي ما هو جبر خاطرك، اقول لك قلت حاجه وحشه. لا، جبر خاطرك كنت هناك. عارفه جبر خاطرك ازاي؟ اذ اعلمك حقيقه النعمه التي انت فيها. ماشي، بس الناس دي انا خلي بالك هقول لك على حاجه بس عشان قلت اشمعنى انا في النعمه دي وغيري مش في النعمه دي؟ خدي بالك، وهم يقولون مثلك، وعشان كده انت لما يجي لك دور الانفلونزا تتعالجي ب 2000 جنيه هم يتعالجوا بلمونه، اليس في هذا جبر الخاطر؟ لا، ما هما برضو بيتعالجوا بفلوس كتير مش بس بيلاقوها. خدي بالك تاني تاني، بالفلونزا
انت تاخدي مضادات حيويه وانتبيوتيك عشان بتطلعي وتنزلي وتخرجي من التكييف، هو ربنا يحط له العلاج فين؟ في الليمونه. ابني وابنك ياخد الدروس طول السنه، وابن المسكين الفقير ده ربنا يضع فيه النفحه والمعونه فينجح ممكن بدرس واحد. اسمعي سيدنا الشيخ الشعراوي، واختم معاك الحلقه. سيدنا الشيخ الشعراوي بيقول في حته الجبار دي كلمتين جمال قوي. اسمعي يقول ايه: من عرف انه مع الجبار عرف انه لا يخاف الا منه، لانه لا بد له من الوقوف بين يديه، فلا يجد العبد منه الا لطفا واحسانا ليوم عرفانه، وغدا غفرانه ثم ثوابه وامتنانه وعفوه ورضوانه، فهو الجبار الذي يجبر خاطر الناس ولا يكسر بخاطر أحد أبدا، حتى العاصي وحتى الظالم يعطيه فرصة من أجل أن يتوب ومن أجل أن يعود. إن الله يمهل ولا يهمل.